شنو الأشياء اللي هي ممكن تسويها هذه الطيارة العجيبة اللي بحجم كف الإيد؟ لا ما لا تدعميني، نقول حق الطيارة فليب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم خالد سعدور، رجع لكم فيديو جديد من قناة آي خالد تي في على اليوتيوب. واليوم مثل ما شفتوا بعنوان الموضوع أن احنا راح نسوي ريفيو عن الطيارة تلو، وراح نسوي فتح العلبة لهذه الطيارة، فخلكم معاي في هذا الفيديو راح تستمتعون. هلا يا هلا ومرحبا فيكم، ادري ان انتم ناطرين هذا الفيديو من زمان وقاعد تكلمون بالانستغرام وتقولوا لي يلا يا خالد يلا يا خالد، وانا كاني الحين جيتكم بالفيديو هذا. راح نبلش هذا المقطع اليوم اول شيء بفتح صندوق العلبه على السريع. طبعا انا فاتحه من زمان، الفيديو هذا سجلته مرتين. انزين، طياره اصنعوها في مايو 2018، يعني هالسنه هذه شهر 5 اللي طاف. طياره حجمها كبر كف الايد، شوفوا هذا الكراتين ما نبيها. اليوم راح اوفر عليكم ان انتم تقرونه، راح اعطيكم كل الملخص عن الطياره، راح اخلي اللي راح ياخذ مني الطياره هذه الجيف اواي راح ياخذها ويشغلها على طول لما يشوف هذا الفيديو ان شاء الله. سوري. داخل بالكرتون في موجود الطياره نفسها وفي مراوح احتياط، غير المراوح في هذا المفك اللي نقدر نبطل فيه المراوح. من مميزات الطيارة ان هي تيك فيها حماية. انا على فكرة بعد تجربتي الاولى لها بصراحة الطيارة هذه ضد الصدمات. 5 ميجا بكسل. الله. هذه هي البطارية موجودة داخل. طبعا الشيء اللي صدمني ما في داخل الكرتون واير شحن تشحن فيه الطيارة. طبعا الشحن نفس الجالكسي، اي احد عنده تليفون جالكسي يقدر يشحن الشحن هذا. هو كاهو هني مركب البطارية بهالطريقة، ركبت البطارية. تحتاج الطيارة شحن مدة لا تقل عن 15 دقيقة، وهذا شيء وايد طيب. على ما تشحن الطيارة راح أقول لكم كم معلومة بسيطة عن الطيارة. تقدر تشغلها عن طريق الهاتف النقال، تليفونك إن كان أندرويد أو آي أو إس أو أي تليفون ثاني من التليفونات اللي موجودة الحين، عن طريق تطبيق اسمه تلو. والحين على السريع راح ننزل التطبيق. أنا عندي آيفون، راح أدش على الأب ستور وأكتب اسم الطيارة اللي هو TELLO. بكل بساطة راح تنزل التطبيق وتفتح التطبيق. بعد ما شحنت الطيارة، طريقة تشغيل الطيارة وايد بسيطة وسهلة. تقدرون تشغلون الطيارة عن طريق هذا الزر اللي موجود هني، فتضغط عليها كذي ضغطة مطولة لغاية ما تشب أخضر، وبعدين راح تشب أخضر وأحمر، معناته أنها هي قاعد تسوي بحث على الجهاز المستقبل. طيارة تشبك عن طريق الواي فاي، ففي البداية أول ما تشغلها تروحون على الواي فاي. أول ما تروحون على الواي فاي لما يسوي عملية البحث راح تلاقون اسم الطيارة مع رقم الكود مالها. كل طيارة لها كود خاص عشان الطيارات ما تتشابك مع بعض، فراح تختار الطيارة مالتك اللي قريبة منك، راح تلاقي تلو أكيد ماكو غيرها. بعد ما تشبك الواي فاي بالطيارة شنو راح تسوي؟ راح نروح على تطبيق تلو. أول ما نروح على تطبيق تلو راح نلقاها الطيارة اشتغلت معانا مثل ما انتم شايفين الحين اخوتي الطيبين بالشاشة. فشنو نسوي؟ أول خطوة نقول لها تيك أوف. الله. وايد وناس ان انا مطير طياره داخل غرفتي. طبعا لا تخافون، طياره كنترولها وايد 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 سهل. انا عندي المافيك برو حبيبتي، هذه نفس الاستخدام. تخيلوا انه يعني لما تعرف تطير هذه راح تعرف تطير هذه، وبالعكس راح تحسون ان الموضوع صار اكثر احترافيه. لما تيجي تطير هذه الطياره راح تحس الموضوع اوه اكثر احترافيه من ناحيه الارتفاع، راح يزيد
من ناحية التصوير الجيمبل وايد أقوى من الطيارة بكبرها مختلفة عن هذه. يعني هذه الطيارة أنا أعتبرها فور فن وتصلح للتصوير. التصوير في هذه الطيارة في حجم 720 وكاميرتها 5 ميجا بكسل للفوتوغرافي والفيديو وفيها استابلايزر أوتوماتيك. الاستابلايزر اللي هو مانع اهتزاز إلكتروني مو نفس المافيك فيها استابلايزر راكب بالكاميرا مثل ما انتم شايفين. شوفوا هذا الاستابلايزر اللي موجود هني. اخوتي الحلوين اخوتي الطيبين طيارة تلو صالحة للاستخدام ل 14 سنة وما فوق. وانا عارف ان في منكم يتابعوني اقل من 14 سنة ولكن هم اذكياء عادي ما يضر اذا انت حاس نفسك انك انت تقدر تمتلكها. هي تنفع للتصوير وتنفع للوناسة. لما نتكلم عن مدة الطيران، مدة الطيران اذا كانت البطارية فل 13 دقيقة تقدر تطير الطيارة وتستمتع فيها وفيها مميزات وايد قوية راح نتكلم عنها الحين. الطيارة فيها سناسر من تحت هي حق الإقلاع والهبوط، يعني طيارة بس تشوف من تحت ومن قدام هي عينك اللي انت قاعد تشوف فيها الكاميرا. حلو الكلام حلو الكلام. تعالوا الحين خلنا نروح مكان أكبر من كذي بعد التجارب الفاشلة اللي صارت داخل الفيديو ونشوف إمكانيات الطيارة تلو. أهلاً أخوتي الحلوين أخوتي الطيبين، إحنا الحين متواجدين برا في المصافط عند بيتي برا علشان نبي نجرب المنيو كامل مال طيارة تلو ونعرف شنو الأشياء اللي هي ممكن تسويها هذه الطيارة العجيبة اللي بحجم كف الإيد. ندش على التطبيق اللي نزلناه وراح تشتغل على طول ونقدر نسوي لها تيك أوف بطريقتين وراح نجرب الحين واحدة من الطرق وراح نعرف شلون نطيرها وشنو المميزات اللي موجودة داخل الطيارة تلو. تصور فوتوغرافي وتصور فيديو. الحين راح نجرب تصويرها الفوتوغرافي. صورة فوتوغرافية تونا الحين أنا صورتها بالطيارة. طبعاً الابليكيشن لما تفتحونه وتدشون عليه راح تحصلون كل شيء سهل ومبسط قدامكم، مو نفس التعقيدات اللي موجودة بالطيارات الاحترافية أكثر. أول شيء راح نتكلم عن الـ ATD Flip اللي هي الطيارة تنقلب، فراح نشوف هذه الميزة نشغلها من هنا. راح نشغلها بهالطريقة ونقول له Start، نزلها شوي تحت. حلو، نزلها شوي تحت ونقدمها شوي عندنا. لا تدعميني، نقول حق الطيارة فليب، نسوي ريكورد ونسوي فليب، نسوي ريكورد ونسوي فليب. كل بساطة وايد سهلة وايد وايد ممتعة. أقدر أقول لها لي قدام وبعد قدام، أقدر أقول لها الفليب يصير ورا. في ميزة ثانية أخوتي الحلوين أخوتي الطيبين لازم نلف شوية كذي، اللي هي أب أوي، اللي هي الكاميرا تروح بشكل تصاعدي كذي، اسمها أب أوي. هي بروحها مسيف الحركة هذه عندها، يعني ما تحتاج أنك أنت تسويها. فنبي نجربها الحين ونشوفها مع تصوير الفيديو. راح نروح من نفس الأبليكيشن علامة الطيارة، ندش عليها ونقول لها شنو أب أن أوي، وتقول لها ستارت مع تسجيل. والحين إحنا راح نشوفها هي الحين قاعد ترجع وتصور، والحركة هذه هي مخزنة بالطيارة موجودة بروحها. شوفوا وين وصلت ما شاء الله. وخلونا نروح حق الميزة اللي هي بونس مود، اللي هي وضع الكرة اللي هي تسوي نفس الكرة. شوفوا مثل ما انتم شايفين، شوفوا راح اقربها لكم شوية. شوفوا تصعد وتنزل. راح نجرب الميزة الجميلة اللي هي تفتر 360 درجة الطيارة على نفسها. وطبعا دائما لما انت تاخذ اللقطه هي تاخذ الريكورد، بعدين لما تخلص الامر توقف ريكورد وتوقف الحركه. نبي نشوف الحركه اللي بعد. الحركه اللي بعد اللي موجوده اللي هي تفتر بشكل دائري، هي تحط لها نقطه بالنص وتفتر على النقطه اللي هي تبيها. مثل ما انتم شايفين الحين اخوتي، شوفوا الحين انا بوقف بالنص، النقطه اللي موجوده بالنص وهي الحين قاعده تفتر علي. مثل ما انتم شايفين اخوتي الحلوين اخوتي الطيبين، انا قاعد اشوف نفسي بالطياره ان الحين هي قاعده تفتر، أنا النقطة اللي بالنص وهي قاعدة تفتر علي. الأمر هذا موجود مخزن داخل الأبليكيشن، يكون أوتوماتيك أنت تقدر تسويه بروحه بمجرد أنك أنت ما تضغط على المنيو، هي راح بروحه تسوي هذا الأمر. أنا وايد مستمتع بهالتجربة هذه الحلوة، مع أن التجربة هذه ممكن في ناس تقول أنت يعني ليش قاعد تحاول تستخدم طيارة تلو؟ فأنا توقعت أنه برا ما تطير، برا طارت. وبس يعني ما انصحكم تطيرونها باجواء وايد قويه، لان اذا كان الهواء وايد قوي راح يسحبها وراح يوديها بعيد. الحين راح نجرب ميزه وايد حلوه موجوده فيها الثرو اند جو. يعني ممكن انا ماسك الطياره الحين كذي 5 4 3 2 1 اقول لها طيري. بكل بساطه راح تطير الطياره، اقدر اتحكم فيها بدون لا اسوي التيك اوف
اخوتي الحلوين نبي نجرب الحين السنسر، السنسر اللي موجود تحت. اذا هذا السنسر موجود تحت، كل ما احط ايدي تصعد الطياره، كل ما احط ايدي تصعد الطياره. في طريقه اللي هي اللاندنج، اللاندنج على الايد، 5 4 3 2 1 وتحط ايدك راح تسوي لاندنج الطياره، اوتو لاندنج على ايدك بعد ما تعطيك العد من الابلكيشن. وبكذي اخوتي الطيبين اخوتي الحلوين لازم ندخل داخل علشان نتكلم باشياء وايد مهمه تخصكم وتخص الطياره تلو. اتمنى تكونون استفدتوا لغايه هنا من الفيديو، تابعوا معي. كانت تجربه وايد حلوه مع الطياره تلو بصراحه. الطياره هذه الصغيره اللي بحجم الايد قدرنا نطيرها على ارتفاع 100 متر وناخذ منها لقطات وايد حلوه بالفوتوغرافي والفيديو مثل ما انتم شفتوا. ان شاء الله باذن الله بعد 24 ساعه من الفيديو هذا راح اعلن من الفايز في الطياره هذه. اللي متابع فلوقات الهند من اول فلوقات لليوم انا قلت ان راح اسوي جيف اواي على هذه الطياره وراح اسوي ريفيو علشان نتعلم كلنا مع بعض هذه الطياره شنو مميزاتها وشلون تطير وشلون اقدر اسوي كل هذه الامور. بعد 24 ساعه ان شاء الله من هذا الفيديو راح انزل بوست بالانستغرام فيه اسم الفايز اللي راح يحصل على هذه الطيارة. بالعافية عليكم كلكم، وفرصة الفوز بالسحب راح تكون أكبر في هذا الفيديو. لازم تخلي كل ربعك يطشرون هذا المقطع لايكات وتقول لهم إنهم من طرفك. وللحين المسابقة تقول إن أكثر واحد يكتب جيش خالد السعدون أو إخوان خالد السعدون في الكومنتات راح تكون الفرصة أكبر هالمرة في هذا الفيديو، لأن هو هذا الفيديو اللي إحنا نبي نوصل له إن شاء الله بإذن الله. خالد الحين أنا صورت وضبطت أموري وسويت كل شيء، شلون أو وين تتخزن موادي أو وين تروح المواد اللي أنا راح أصورها بهذه الطيارة العجيبة؟ أولاً الطيارة هذه ما فيها ميموري، التخزين راح يكون عن طريق التليفون. المواد اللي أنت قاعد تصورها وهي قاعد تطير طيارة قاعد تتخزن دايركت بالتليفون. كل اللي عليك إنك أنت تدخل على الأبليكيشن وتقول لهم تعالوا يا مواد إلى الاستوديو مال التليفون وراح يتخزنون عندك وين داخل الاستديو مال التليفون. بعدين تقدر تقوم بعملية المونتاج مثل ما شفتوا بالفيديو. وراح نتكلم عن عملية مهمة طبعا مثل ما قلت لكم، انه اول ما تفتحها راح هي معاها المفك وراح تقدر تفتحها وتقدر تشيل المروحة اذا لا قدر الله انكسرت منك. اول شيء راح نشيل الحماية من هني، طبعا وايد سهلة شلون نشيل الحماية، عادي كذي نشيلها. بعد ما شلنا الحماية من الطيارة نفسها من الجناح نفسه نمسك المفك نمسك المفك ونقول لها كذي ونصعد فوق. وبكل بساطة راح يطيح الجناح، يطلع الجناح ونبدل الجناح الثاني نحطه بهالطريقة. هذا الجناح الجديد ركبناه، نرجع نركب الحماية مرة ثانية. الحماية ركبت والجناح ركب، كل شيء تمام. كان معكم اخوكم خالد السعدون من قناه اي خالد تي في على اليوتيوب. اذا عجبك المقطع لا تنسى تنشره حق ربعك، ولا تنسون بعد 24 ساعه راح احط منو الفايز في مسابقه طياره تلو، منو اللي راح يمتلكها. عليكم بالعافيه. في الانستغرام ضيفوني على الانستغرام، اسم انستغرامي اي خالد تي في، وايد سهل. ونشروا هذا المقطع وطشروا لايكات ونروح حق ربعكم، لان ان شاء الله بعد ما نوصل 8000 سبسكرايب راح اسوي جيف اواي ثاني على نفس الطياره. والريفيو الجاي ان شاء الله باذن الله طلبتوه انتم مني راح اسوي لكم اياه، راح يكون على الجامبل 3 اكسس اللي هي منتجات فيوتك القويه، وراح اخليه هم بعد جيف اواي بس ان شاء الله عقب ما نوصل 10000 سبسكرايب. فنشروا القناه على ربعكم علشان تكون لكم فرصه بالحصول على هذا الجامبل الحلو. أشوفكم مقطع ثاني، باي باي. راح نتكلم عن المميزات اللي موجودة بالطيارة.